هكذا تستمر المنافسات في هذه الأمسية الجميلة مسائي أيضا هذا اليوم الذي يحمل تحديات سن اللقاية هنا مع الخمسة كيلومترات على بركة الله وحفظه وتوفيقه. انطلق شوط جديد ومنافسة جديدة تحمل التحديات والإثارة، خاص هذا الشوط هنا شوطنا الثاني عشر والخاص بفئة الجعدان اللقاية المهجنات الأصايل لتنطلق هذه الشعارات وهذه الأسماء في تحديات هذا الشوط للبحث عن هذا الناموس المنتظر. أبدأ معكم بمتابعة المراكز الأولى والبداية مع موال يتقدم بالمركز الأول هنا على الصدارة لعمران بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري، يتقدم بالمركز الأول يقدم لنا البداية يقدم لنا الصدارة. المركز الثاني والم ناصر بن يابر بن علي المري يقدم لنا والم على المركز الثاني. المركز الثالث القادم هنا عون لسعيد بن طارش بن قنون بالكديده الفلاسي يتقدم بالمركز الثالث. المركز الرابع هذا اللي وصل هملول خليل بن ناصر بن منصور الشهواني قادم، والقادم هناك ايضا الواصل وغير الى المركز الرابع. هذا ايضا مشاهدين الكرام يأتينا هنا ايضا متعب نايل بن محمد بن عبيد الشامسي من يقدم لنا متعب. وصلت الاسماء تدخلت الاسماء الوصول والقدوم الجميل في هذه اللحظات من مدلل سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي يقدم لنا مدلل، بينما المركز الثامن واللي غير الى المركز السابع هذا هو الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري وتاسع المنطلقين. المركز التاسع ياتينا نجد لحمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي قادم بالمركز التاسع. المركز العاشر اختم هذه الجولة بتواجد عنيد احمد بن محمد بن صالح العويسي قادم بالمركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الاولى المتقدمة. تابع يا من تتابع هذه الانطلاقة، هذا الشوط الجميل، هذا الشوط المثير عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لمهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. هذا المهرجان السنوي الكبير لنا عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول. منافسة قوية بين الشعارات الأولى بين الأسماء الأولى لا زال بالمركز الأول. هذا هو متعب نايل بن محمد بن عبيد الشامسي يغير إلى الصدارة يغير إلى مقدمة الشوط يقدم لنا متعب على الكادر الأول. المركز الثاني من الجانب الأيمن يتقدم يسير أيضا بهذا الأداء، هذا هو نجد لحمد بن سعيد بن محمد الحبسي يغير إلى الصدارة إلى المركز الأول. المركز الثالث وصل القادم الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري قادم. المركز الرابع يأتينا هنا موال عمران بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري قادم هنا بهذا الأداء الكبير. وصلت الأسماء وصل القادمون هنا أيضا الريان حمد بن ناصر بن مسفر الشهواني قادم 1800 متر ما بقى عن خط النهاية. بدأ العد التنازلي من عمر هذا الشوط والكل بدأ يسير هنا أيضا القادم الفارس لحمد بن راشد آل بن رحمه الدرمكي قادم أيضا بهذا الأداء الكبير. آل رحمه الدرمكي يأتينا بهذا الأداء المميز، ولكن العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول. يا سلام يا نجد، هذا هو نجد مع المركز الأول. حمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي يتقدم بالمركز الأول يتقدم ابو تميم على المركز الاول. روح يا ابو تميم هنا مع المركز الاول، ولكن المحاوله الملاحقه من متعب نايل بن محمد بن عبيد الشامسي قادم، ووصل الريان حمد بن ناصر بن مسفر الشهواني قادم. ووصل الجميع الكيلومتر الاخير ما بقى الا القليل، راح الكثير
كبير يلي تبنى موس يلي تبنى موس روحه يلي تبنى موس روحه. هنا وصل شعار بن قاشوط بن قاشوط ايضا باول نداء علي بن محمد بن قاشوط المزروعي قادم في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الشعار يقدم لنا هذا الاداء. والقادم ايضا هنا ماثور سالم بن عبد الهادي بن صالح بن الاملح المري تدخلت الاسماء تدخل ايضا هنا القادم جزيل هادف بن حمد بن عفسان المنصوري ولكن الريان الريان على المركز الأول حمد بن ناصر بن مسفر الشهواني أهالي ميدان التحدي أهالي ميدان التحدي. والقادم القادم شاهين لسعيد بن محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي بن قاشوط المزروعي المركز الثاني المركز الثالث. المحاولة من نجد لحمد بن سعيد بن محمد الحبسي ولكن الشهواني 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 والمزروعي الشهواني والمزروعي الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة اللحظات الأخيرة. وصل جزيل هادف بن حمد بن عفسان بن عفسان المنصوري والقادم خطير برزان برزان مفلح بن حمود بن مطلق البلوي البلوي قادم البلوي قادم ولكن الناموس الناموس يغادر من ميدان المرموم إلى ميدان الشحانية إلى الدوحة إلى دولة قطر. تهانينا والناموس الملك الريان حمد بن ناصر بن مسفر الشهواني على هذا الأداء الجميل اللي قدم الريان بالمركز الأول. المركز الثاني كان هناك برزان لمفلح بن حمود بن مطلق البلوي. المركز الثالث المركز الثالث شاهين لسعيد بن محمد بن سهيل بن قاشوط المزروعي حلف المركز الثاني حلف المركز الثالث عضو المركز الرابع. المركز الرابع جزيل هادف بن حمد بن عفسان المنصوري. المركز الخامس المركز الخامس كان هناك ماثور لسالم بن عبد الهادي بن صالح بن الملح المري. هكذا مشاهدينا الاعزاء الخمس المراكز الاولى هاي لحظات الاعاده لحظات الفوز الريان ولحظه وصوله لحمد بن ناصر بن مسفر الشهواني. سلام ميدان التحدي سلام لاهالي الدوحه. تهانينا وناموس. 7 دقائق 24 ثانية 8 أجزاء من الثانية توقيت الريان لحمد بن ناصر بن مسفر الشهواني ينطلق هذا الفوز الكبير ويحقق الانتصار. المركز الثاني التوقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانية و9 أجزاء من الثانية. كان هناك برزان لمفلح بن حمود بن مطلق البلوي. المركز الثالث شعار بن قاشوط المزروعي 7 دقائق 20 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لأيضا بن قاشوط المزروعي على هذا الأداء الجميل من حل ثالثا. تهانينا والناموس إذا لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.